مرحباً، موضوع اليوم حروف العربية للصف الرابع الأساسي الجزء الثاني الدرس 28. حرف الياء، مثال على حرف الياء يت يت. كتابة حرف الياء، حرف الياء هكذا تكتب، مثال بيت بيت. مثال على حرف الياء سيارة سيارة. عين عين. عيادة عيادة. خلاصة الموضوع، تعلمنا كيفية كتابة حرف الياء. الأمثلة على حرف الياء سيارات، عين، عيادة. إلى اللقاء، حتى درس القادم.